أهلا بكم أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ وأبونا دانيال شمعون لنكمل القراءة السريانية للقرآن وفقا لرؤية أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ. والهدف من ذلك إعداد طبعة عربية للقرآن تتضمن أيضا آراءه كيف هو يفهم القرآن. واليوم عندنا سورة القيامة وهي رقم 31 بالتسلسل التاريخي، 75 بالتسلسل الاعتيادي، عدد آياتها 40 وهي مكية. نحن نعتمد على طبعة العربية للقرآن، ممكن تحملوها مجانا متوفر، وممكن أيضا تشتروها ورقيا من أمازون مثل ما تريدون. نشارككم الآن هذه الصورة. ظهرت عندكم الساعة بعد شوي ليش عندي مبين؟ نعم ظهر. بينت عندي شاشة عم تغطي النص ما عم شوفه. مش عم بعرف ليش. هاي أول مرة عم بين. بينت هلا؟ بينت صحيح، لكن في مغطي عليها فيديو سيتينجز عندي مش عم بي ما بعرف ليش. أوف 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 أوف. معناته سكر الفيديو. هلا خلص راح روحته. هي كان الكاميرا، لأنه كنت كابس على الكاميرا بين شاشة سوداء. حلو جدا، حلو جدا. هلا سكرته راحت. إيه كويس. الآية الأولى تقول لا أقسم بيوم القيامة. هذه الآية لها قراءة مختلفة، لا أقسم مش لا أقسم. هذه قراءة. الآن هل عندك ملاحظة على هذه الكلمة لا أقسم؟ أنا أعرف أنه في تعليقاتك الأخرى قلت لا هو للتأكيد، لا أقسم هو بيوم القيامة، هو للقسم. هنا ممكن أن تكتب اللام والألف ولكن بنفس المعنى لا أقسم. هي جاءت في عدد من الآيات لا. نعم طبري يعتبر أنه لا نفي لشيء سابق، لكن هنا ما في أي شيء سابق. أنا بيفهموها، يعني الطبري بيفهمها بمعنى النفي، لكن ما فهم أنه هذه مش للنفي. ما في شيء للنفي، توكيد. أنا لهيك وضعت علامة التعجب وراء لا في الخط الرسم العثماني، لا على كما ترون هنا. أقسم بيوم القيامة ولا. إذا انتبهوا هنا، القسم بيوم القيامة هذا هو المهم، ولذا هذا دليل على أنه سورة النجم قراءة خاطئة، لأنه حام القيامة. أيوة فهمت. أقسم بمواقع النجوم، بموقع النحوم، أيضا بموقع القيامة، النحوم السرياني نحامة وليس النجوم. هذه قراءتك وأنت المسؤول عنها. لا أقسم بيوم القيامة، هل عندك ملاحظة خاصة؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. في مكان آخر شرحتها تستحق اللوم. هذه واضحة. نعم صحيح. هذه واضحة. اللوامة تلوم نفسها أو كثيرة اللوم فهمت بمعنى كثيرة اللوم. الآن نكمل. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ نجمع عظامه عليها قراءة مختلفة، تجمع عظامه، مش تجمع عظامه، هكذا قراءة. المعذرة، هنا عندي النصوص تمر بسرعة. نجمع تجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
أنت قرأتها في محاضرة أخرى أو مقابلة أخرى، بنيانة، أي أنت وضعت الياء بعد النون، أنت تعتبر أنه أنا ذكرت أنه بعض الأحيان القرآن لا يكتب الياء قبل الألف، والدليل على ذلك كلمة قرآن بالنفس بالذات تقرأ قريان وليس قرآن وليس قرآن وإنما قريان، يعني ياء قبل الألف. أيوة، هنا أنت تقرأها ياء قبل الألف، هكذا أنت فهمت من مقابلة كنا، تسجيل آخر، أي بمعنى الخلق الجديد، أي نخلقه من جديد. وتقول وأنت عملت الملاحظة والابن هو خليقة أبيه، صحيح، بمعنى خلق بنا. أيوة، هل أبونا شمعون عنده تعليق؟ أوكي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أنت فهمت بمعنى ليكذب ويشق. كيف أتيت بهذا المعنى أستاذي الفاضل؟ الحقيقة لا يمكنني أن أشرح أنا فهمها إلا بالمفهوم العربي، يعني لا أرى لها حل سريانيا. أيه، بس يفجر معناته هو يصير فاجر، يعني نعم بمعنى الفجور العربي صحيح. أيوة، ليكذب ويشك، يعني ما أعرفش ليه أنت حقيقة أنه ليكذب، لأن أنا فكرت أنه هل هناك كلمة لا أنا ما سريانية. أعتقد أنه أنا شرحت بهالطريقة، لا أنا تعرف أنقل ما سجل سابقا في حلقات أخرى لم تنشر، حتى لم تنشر ولم تنشر. إذن ممكن وصلوا لك إياها بعكس اللي شرحته أنا، يعني مش يجوز. أنا اللي ولهيك أنا حبيت أستفسر من وين، لأنه فكرت إن هاي ربما كلمة سريانية وتعني، هل هناك كلمة سريانية قريبة لها؟ لا فجرة. لا فجر لا. أوكي، إذن أنا أحذف ليكذب ويشك، لا صحيح. أفضل. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل، قرأت أيان، والمعنى أيان متى، نعم. وأنت فهمت أي آن. نعم هنا يعني رابطين كلمتين أي وآن، عملوها أيانا. وهذا يحصل مرات يعني بالسريانية إدغام كلمتين. أيوة، حلو جدا، نحن نتقدم بهذا الأمر، حلو جدا، مشان نعرف إن شاء الله نخلص هذه الصورة بهذه الحلقة. فإذا برق البصر، وإذا برق البصر، هناك قراءة مختلفة، برق بلق، وباللام كمان بلق، وفصلت تفسير الميسر، هذا اللي معتمد من السعودية، فإذا تحير البصر ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، هكذا. فإذا برق هو من البرق، مش هيك؟ طبعا برق، أنا أقترح قراءة برق وليس برق. برق، برق يعني بمعنى ممكن بمعنى اندهاش. برق، برق. طيب، وخسف القمر، هذه عليها وخسف القمر، أفضل خسف صحيح، وخسف القمر، نعم، وجمع الشمس والقمر، قرأت قراءة مختلفة، وجمع بين الشمس والقمر، يعني هو اعتبر أنه الشمس والقمر حيذوبوا مع سوا بهذا المعنى، بهذا المعنى. أظن ما عليها ملاحظة خاصة، يوم يقول الإنسان يومئذ، نحن نعرف مشكلة يومئذ، أين المفر، أنت فهمتها بمعنى كيف المفر،
نعم. هكذا لماذا كيف وليس بالمعنى العربي أين، يعني المكان. ممكن أن تفهم عربيا بمعنى إلى أين. أيوة، ولكن لماذا أنت فهمت كيف؟ لأنه ما في إلى أين. أين يعني كيف المسار. إحنا بنقول وين أروح، ممكن إحنا بالعربي وين أروح، بس وين بمعنى إلى أين. وين أفر، وين يعني ممكن أفر، مش غلط. أين، إذن أحذف كيف ولا عايز تحافظ بكيف؟ هل أين بالسريانية تعني كيف؟ لا، أي كان كيف مش أين. أوكي، إذن لا علاقة لها. هنا على فكرة المفر قرأت المفر أو المفر، هذه قراءتين مختلفتين. إذن أنا أحذف كيف، لا حاجة لها. نعم. كلا يعني بمعنى حقا، مش هيك؟ نعم حقا. لا وزر، لا وزر أنت فهمتها أو في حلقة أخرى مساعدة، مساعدة. لا بمعنى وزر عذار صحيح، هي متطورة من عذار بمعنى ساعدة، أصبحت الدال ذال زين. فهمت بمعنى ملجأ يعتصم به، هكذا فهمت. وزر يعني مكان، بس ما هو منقول وزير، وكلمة وزير جاءت في آيات أخرى، واجعل أخي وزيرا يعني معاونا، بمعنى مساعد صحيح، مساعد. عون هي عون. لا وزر، لا مساعدة، مساعدة لا وزر، وزر. أيوة، إلى ربك يومئذ المستقر. أنت فهمتها أو هيك نقل عنك، لأن أنا أنقل ما كتب في نسخة سابقة. محل ثابت، أين المستقر، أظن ما لهاش، ما عندنا مشكلة معها. لا أكيد، يعني مفهوم عربيا كمان. على فكرة إحنا نرجع الآية الأولى اللي تقول يسأل هنا على أن نسوي بنانه. كلمة نسوي بنانه اعتبرت من الإعجاز العلمي للقرآن. ما كيف فهموا البنان؟ البنان هو أصابعه يعني، أو البصمة، البصمة تاعت الهذا. اخترعوا لكلمة لم يفهموها معنى لا علاقة له بالكتابة. على كل أنا يعني حبيت أشير لها، كما نقول دائما التبرئة للذمة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هنا اعتبر المنتخب بعتبرها ناقص أو هو كملها بما قدم وأخر من عمل، بما قدم من عمل وما أخره، هكذا كتبوا بما قدم بهذا المعنى. صحيح، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أو نقل عنك بصيرا، بصيرة أظن بالسرياني، مش هيك؟ بصيرة طبعا مش بصيرة، يعني الهاء مش تاء مربوطة. أيوة بصيرة، بصيرة بالكتابات الآرامية ممكن أن تكتب نهاية الكلمة إما بالألف، عادة بالسرينية بالألف، وفي غير كتابات آرامية مثل البابلية يكتبوها أيضا بالهاء، يعني في عنا يبدأ الهاء أو الألف. أيوة، بس هذه اعتبرت خطأ. بصير، بل الإنسان على نفسه بصير، مش بصيرة، لأنه ما بصير بصيرة، يعني هو بصيرة شاهد. صيغة سريانية بمعنى بصير. أها، وفسرها معجم ألفاظ القرآن شاهد ورقيب. اعتبرت ناقصة. المنتخب فسرها لأنه مشكلة بصيرة هذه مشكلة، ففهمت بل الإنسان على نفسه حجة بصيرة. لأنه كيف يخلص من المشكلة؟ كيف بده يخلص مع كلمة بصيرة؟
فحولها إما تعتبر خطأ بصير أو إن الآية ناقصة بصيرة. إذن سريانيا نعم تفضل. بس بالسرياني ما في بصيرة بصير يعني بمعنى بصير، هو بصير بمعنى ناقص، قليل، زهيد، صغير، قصير، خسيس، حقير، دنيء، قاصر، عاجز. سؤال يعني. نعم في فرق بين العربي والسرياني هنا بالتعبير. ايوه يعني فإذن مو سريانية، هذه عربية لغة عربية انا اعتقد هيك، مش سريانية هذه سرياني لا. لانه بصير. هنا كتبت بصير اراميا خطا. ما في انا مثل ما ذكرت يعني هي يستعمل احيانا اللفظ يعني العربي صحيح ولكن بالصيغة السريانية. بصيغة ارامية بصيغة. يعني بس هي مش موجودة بصيغة. ايوه بصيرة. اوكي ايوه فهمت. هلا وضح الامر. عندنا مثلا اكتبوها بالالف، هي بالعربي مثل، المثل مكتوبة بالالف يعني بالصيغة السريانية، لكن المثل موجودة بالعربي وبالسرياني طبعا. ايه ايوه الآية 15 ولو ألقى معاذيره. ألقى معاذيره، معاذير جمع معذرة، ولو ألقى معاذيره يعني أنا أفهمها، أنا مش عايز أدخل بالترجمات، دعوني. أنا هكذا ترجمة مم سيلو سري سيز إكسكيوز، ألقى معاذيره يعني يقدم اعتذاراته. هل عندك عذر؟ هل المحكمة تقول لك هل عندك عذر؟ يعني نعم صحيح العربي مفهوم. ولو ألقى معاذيره يعني لو، ولو ألقى يعني قدم، قدم يعني أمام المحكمة. بس هذا أستاذ سامي هذا يخلينا نفهم أنه البصير مو بصير إنما عاجز ناقص. ولو ألقى مع، ولو قال أنه أنا نقصي عندي مع ممكن سريانية مثل ما قلت تجي في المعنى. بصير يعني حقير، بصير بالسرياني ناقص يعني عاجز قاصر. نعم سريانية ناقص يعني إنسان على نفسه هو قاصر ولو انطم عذار وحجج قدم عذار. أيوة حط النور، حط النور ولو إنه ضوءكم يكفي بس يعني أفضل. إذن حقير ناقص، ناقص قاصر، قاصر قاصر وتبريره الآية اللاحقة. ها أيوة. الآية اللاحقة أيوة مش هيك؟ هيك هيك صارت ممكن هيك كمان صحيح بصيرة. ما هو في هذه الكلمة استعملت عدة مرات في القرآن بمعنى أبصرة. هنا زي مثلا بل إن ربه عليه بصيرة موجود بمعنى يعني مش ممكن يكون ناقص يصير مشكلة عندنا. لا هناك موقع شفت يعني كلمة بصرة هنا يعني أعطيك كم جت هذه الكلمة بصرة مشان نكون على ضوء. بس حلو التفسير تاعك أبونا، حلو التفسير تاعك. هي جاءت فعل أبصر ومشتقاتها أجت 148 مرة كثير. بصر بصير بصيرة تبصر مبصر مبصرة مستبصرين وغيره إلى آخره. الحاصل بصرة يعني في مشاهد البصر، احنا نقول بالعربي البصر موجود بصير. هذه موجودة بالعربي نعم. أعتقد أن البصر مشتق من فسر يعني بمعنى ميزة ممكن يكون هيك. نعم
ألا الآية 16 لا تحرك به لسانك لتعجل به. لن ندخل في متاهات هذا. هنا خرج إلى موضوع آخر. لا، لأنه حاطين هالآيتين، وأنا ذكرتها بالنسبة لتعليم القرآن وجمعه. أيوه. حاطينها فيه بدون أي علاقة بالنص، لا قبل ولا بعد. تمام، هذا أنا ما سميه تقطع أوصال القرآن. لا تحرك به لسانك أنا أعتبر هذا خطأ لغوي، هذا بين الأخطاء اللغوية التي أنا عرضتها في كتابي مقدمة الأخطاء اللغوية، ممكن تحمله مجانا للي يريد. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا حاجة. وأضيفت إلها نواقص كثيرة، واعتبرت لحتى تفهم لماذا هذا لا تعجل به. على كل تفسير هذا الاستطراد وفي الآية نقص تكمل، لا تحرك بالقرآن لسانك حين الوحي لتعجل بقراءته وحفظه. هكذا فسرها المنتخب. يعني رأى البعض أنه سقط من الصورة شيء، وحاول آخرون تفسير هذا الاستطراد، يعني لا علاقة الآية ممكن أنها على كل. فإذا قرأناه لا في إن علينا جمعه. أيوة المعذرة. أيوة إن علينا جمعه وقرآنه. 66 هذا عليها قراءتين مختلفتين، وقرأته وقرآنه. ليش وقرأته؟ مش عارف ليش هذا القراءة المختلفة جت على هذا بهذا الشكل، وقرأته وراء وبجوز وقرأته وقراءته قراءته يعني وقراءته وقراءته. إن علينا جمعه وقرآنه. هل عندك ملاحظة؟ أيوة صح. وقريانه وقرآنه وقريانه بس في قراءة وقرآنه، هك في قراءة مختلفة. نعم الألف ذكرنا أنه علينا أن نلفظ الياء قبل الألف. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أيوة هذا نفس القراءتين المختلفة. ثم أن علينا بيانه. بيانه هل على عندك ملاحظة أستاذنا؟ يعني شرحه. شرحه بالتمام. كلا يعني حقا. بل تحبون العاجلة. بل تحبون العاجلة يعني الحياة العاجلة. صحيح. هذا العاجلة الدنيا. إذا نرجع هنا. وتذرون الآخرة. 49 منهم بحطه ويذرون بدل وتذرون، يعني وتذرون يعني تتركون الآخرة. هل لها علاقة مع كلمة سريانية تذرون؟ هل هناك كلمة تذكر أنها تذرون؟ لأنه في الواقع إحنا أنا لم أسمعها عربيا هذه الكلمة بمعنى تركة، موجودة فقط في القرآن بهذا المعنى. ذرى ممكن بقلب الحرفين نقرأ تردون بمعنى رد رفض. وتذرون ذرى ممكن من ذرى يذري يعني لا تهتمون به يعني تبعدون. احنا استاذ ابونا الفلاحين احنا من ذر القمح. بالضبط. يعني بنرمي القمح فوق مشان الحب ينزل والتبن الهواء يزيحه. فمعناته لازم يكون في يوم هواء. إذا ما كان في هواء يقعد تبن مع القمح. يعني هي تكملة من الآية اللي قبلها.
أيوة. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وتذرون أيوة. هل لها علاقة مع ذرية أستاذ الفاضل؟ ذرية هو ما يبقى من الإنسان، مش هيك ولا هيك؟ الذرية هو ما يتركه الإنسان من أولاده. لا الآخرة لا. لا يعني كلمة يعني ما بيهتموا بالآخرة. لا أعرف، بس هل لها علاقة مع كلمة الذرية؟ الذرية هو ما يبقي الإنسان بعد موته. لا هذيك العلاقة بالذرة مثل ما ذكرتم. طيب وجوه يومئذ ناضرة، أنت قرأتها ناصرة. نعم أنا أفضل ناصرة مش ناضرة. وهي بالسرياني هيك؟ ترجمة عن نصيحة. ما هي الكلمة السريانية؟ هل هناك كلمة ناصرة؟ لا مش ناصرة، ناصرة عربي نصرة. أيوة. من انتصر وظفر، ولكن سريانية والتعبير هو نصيحة. أنت فهمت بمعنى مسرور ومضيء. نعم بهالمعنى، لكن نتجه من عن السريانية مش ناضرة، ناصرة. ناصرة بالعربي ما في ناضرة غير ناضرة. نظارة. نظارة من نظارة. أيوة بالضبط. وتقريبا بالضبط. نفس المعنى السرياني، بس السرياني غير كلمة هي. فمعنى طلعي ناصرة ما لناش حاجة بيا ولا إيه أستاذنا؟ أنت تفكر إنه وظيفة يعني مرادف عربي ذلك الفوز، الفوز العظيم. إيه بس ما علاقة الناصرة هنا؟ من النصر والفوز عربيا. إيه أوكي أوكي. يعني الانتصار والفوز. يعني على كل يعني أنا مش مهم. الآية 23 إلى ربها ناظرة. ما أظن عادينا طبعا. إيه أنا في الواقع أنا عايز أحذف هذه الجملة، لأن ناظرة هي بتقول مسرور ومضيء يكفي، لأنه ناصرة حتوه مسرور ومضيء، مسرورة ومضيعة. ها نعم ممكن تعتبر المعنى مشان لأنه بفكروا إنه السرياني هيك. ووجوه يومئذ باسرة. باسرة هنا باسرة فهمت بمعنى جمدت ملامحها نتيجة مفاجأة سببت الانزعاج، وفهمت بمعنى معبسة عاسرة. هكذا أنت فهمت هذا المعبسة عاسرة هذا. بس هل هناك كلمة سريانية باسرة؟ بسر في بسر سير. نعم بسر سريان يعني الحديث السيرة السيرتة هم الفجة السرام سريانيا سريانيا. نعم في لأنه كلمة باسرة إحنا لا نستعملها بالعربي. لا إحنا لا نستعمل كلمة بسرة. من وين جابوا لنا إياها هاي البسرة؟ هل لها علاقة مع السرياني هنا؟ سار بسار احتقر ازدرى استخف رذل وبط أنب. نعم زجرة. هناك آتوا ثم عبس وبصر في آية أخرى، وهذه هي المرة الوحيدة يعني مرتين استعملها. ووجوه يومئذ باسرة، بصر يعني عبس، بس إحنا ما بنستعملها. هي سريانية بصر من بصيرة. أيوة بصيرة يعني متضايق مزدري مؤنب مبكر معبس. ممكن يكون معبس معبسة بسير. طيب تظن أن يفعل بها فاقرة. فاقرة فهمت يعني بمعنى المصيبة الشديدة التي تكسر فقار الظهر.
وهي مرتبطة بفعل، يعني قلب عن فعل فرق يفرق. نعم هذا صحيح، فرق أيوة. وبعدين الآية 26، كلا أي حقا إذا بلغت التراقي. التراقي، التراقي جمع طروق، عالي الصدر، العظام المحيطة بالنحر. رجاء سكروا التلفونات، سكروا التلفونات، سكروا التلفونات. أيوة سكروا الله يرضى عليكم. أيوة التراقي، هكذا فهمت التراقي. إذا التراقي هنا المعنى، إذا بلغت هنا اعتبرت، إذا بلغت النفس التراقي اعتبرت ناقصة هذه الآية. والروح هو ابن عاشور بكمل هيك، إذا بلغت التراقي. وقيل من راقٍ، أنت فهمت أستاذي من يعيده إلى الحياة، ولكن هي الراقي هو من يقوم بعمل الرقية. أنا لم أشرح بمعنى العودة إلى الحياة، من يعني شرحها. هكذا كتبت بالنص الذي وهنا يعني ما فهمت. إذن ماذا من راق؟ هو الراقي الذي يصنع الرقية والرقية، كيف تلفظها الرقية والرقية، أي التعويذة. رقية. رقية ما بعرف بالتمام. هي من راق معناته أنا أحذف هذه العبارة. أنا نقلت ما نقل إلي من نص اللي تعرفه، مش ضروري نذكر اسمه. أنقل أوحد النص. حلو. وقيل من راق معناته ما عندناش مشكلة. وظن أنه الفراق. وظن هناك قراءة مختلفة، وأيقنة مش وظن، قرأت وأيقنة. أظن ما ليش عليها ملاحظة. الآية 29، والتفت الساق بالساق. قرأت يعني أظن أنت وما أعرف مين اللي ذكرها، التقت الساق بالساق. نعم التقت السياق بالسياق وليس الساق. الساق يعني السياق. نعم نوع من الملائكة الذين يسوق الناس للحكم. نعم. اسمهم مدبرنا. مدبرنا لا حسب دبران. نعم من دبار بمعنى الساقة. دبراني مدبراني راني راني الساق بالساق من دبار ساقة. والتقت الساق بالساقي. وبالساقي أنت فهمتها أو ما عرفش بالمساقين. نعم السياقي وليس الساق بالمعنى العربي. لكن هذا لم تفهم أبدا بهذا المعنى، هذه أول مرة أنا أفهم هذا هكذا الشكل. لا يمكن أن تفهم غير شكل، ما معنى التفت الساق بالساق مش صحيح. أنا ما رجعت لكل التفاسير. 29 عندنا الشرح بعدين المساق، يعني جاء من ساق يسوق وليس على علاقة لها بالساق من السوق. تعرف أنا ترجمتها وهكذا ترجمت، يعني مقا لا جامب سونتر لاس على جامب منو، لأنه عندك ميديا. ما معنى إلى ربك يومئذ المساق؟ هي تكملة، هي تكملة لها، لأنه الواحد بيموت. تكملة وشرح والفرح. أيوة ما معنى المساق؟ أظن هو كلامك سليم، أظن أنه كلامك أصح، أظن أنه كلامك أصح أقرب إلى، لأنه بسبب الكلمة هذه المساق. صحيح، لكن ما حد قرأها بهذا المعنى. على كل حشوف أنا دائما بينتبهوا على الـ ما تبع يلي أيوة في منطق بالنص.
لازم أشوف التفاسير شو بتقول بهذه الجملة. فلا صدق ولا صلى. هل أنت تعني صدق تصدق؟ نعم. أم بمعنى آمن؟ لا، أنا أعتقد أنه بمعنى تصدق، لأنه نطلب منه في حياته عنده الصدقة وعنده الصلاة. نعم، الصلاة والزكاة تداء كثير من الآيات، لكن ما يرتبط بأنه فيما بعد يتبع، ولكن كذب طبعا يكون هي المشكلة. صحيح، هنا آمن صحيح. صحيح، أظن هي كذلك. آمن آمن أي. نعم، بسبب هاي. نعم. آمن. أظن هذه هي المشكلة. نعم. هذه المشكلة إنه آمن بسبب، أنا لا كنت أكتب هاي، كنت بس صدق مو آمن هاي، ربما لأنه الصلاة والصدقة هي مرتبطات، لكن لما شفت كذبة قلت ربما هي أفضل لتصديق. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى تمطى يتبختر في مشيته، هكذا فهمت. هل تمطى على كل حال الأصل من امتاح بمعنى مد، وتمطى مستعملة حتى اليوم يعني بهذا المعنى. احنا بنقول المطيط، المغاط المطيط يتمطى. بس ممكن يكون أستاذ لوكسمبرغ مطام ماطع، يعني وصل ثم ذهب إلى أهله. وصل مطى عند الوصول يصل. لكن ذهب إلى أهله يتمطى. هنا المشكلة مع يتمطى. يتبختر. أولى أولى لك فأولى. أولى لك فأولى. أنت شرحت لنا إياها بالطول وبالعرض. أو لك فأو، بس المشكلة لا، أنا فهمت بمعنى الويل. ويل لك. أيوة الويل أولى طريقة ووعيد. ويل لك. أيوة الويل أولى، ما هو ويل يعني لك. استدراج بيستعملوا أولي بمعنى بالسرياني ما بتقول ويل لك، بتقول وي لك. وي لك طبعا، مش ويل لك. وي لك. وي لك. وي. أيوة لهيك لهيك ربما هنا أولى مش لا وي مشكلة. طيب ثم أولى لك فأولى. الآية 80 احنا مش هندخل. طيب ثم أولى لك فأولى. الآية 36 أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى. أيحسب قرأت أيحسب، قرأت أيحسب. سدى فهمت بمعنى مهملا فلا يجازى، وذكرت بلا عقاب ممكن من شدى، أن يترك شدى سريانيا يعني رفض. هل هذا لا علاقة؟ اجدى يعني رمى عنه رفض. أيوة رفض بهذا المعنى اجدى. صحيح، اتفق معنا أستاذ لوكسمبرغ؟ نعم. ألم يكو نطفة أو نطفة، أنت قرأتها نطفة ولا نطفة؟ نطفة عربيا اليوم استعملوا نطفة، لكن هي نطفة سريانيا. نطفي يعني نطفي يعني شيء بسيط، يعني شيء بسيط. أيوة. من مني أنت ذكرت من عدد. من عدد. نعم. يمنى يعد. أي نعم. إذن عدد معدود حتى لصلاة بشراء شيء بسيط، يعني عدد معدود. أيوة. ثم كان علقة، أي طين يتعلق باليد، وهنا يلتصق له. فخلق أي خلقه، فخلق فسوى. نعم. فسوى هنا يعني سوى عمله. صحيح. أو أتقنه. أتقنه نعم. أيوة.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. 84 قرأت الزوجان، فجعل منه الزوج. ليش الزوجان؟ ليش مش الزوجين؟ مش عارف، في قراءة مختلفة أخرى. الزوجان الذكر والأنثى. الزوجان لهجة من اللهجات العربية، تلفظوا الآين آن. مثلا الاثنين بتلفظوا أثنان، لكن هي الزوجين لا صح. تمام. أليس ذلك بقضاء بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذه بقادر قرأت أليس بذلك يقدر على أن يحيي الموتى، هكذا قرأت. نفس المعنى، نفس الشيء. وقرأت يحيي الموتى، شد على الياء، غريب غريب، ما عندنا مشكلة. يحيي. طيب احنا انتهينا من هذه الصورة، من هذه الصورة، وهي أخذت منا 40 دقيقة. نتوقف قبل ما ننتقل إلى صورة الهمزة. أستأذنكم.